بعد ما لفيت هنا في مستشفى 57 3 57 وحسيت قد ايه ان الانسان المصري هيفضل هو الانسان المصري. الانسان المصري لما اتحط تحت ضغط لما بيطلب منه بنى الاهرام، بنى السد العالي، عبر 73. ما زال هذه المستشفى انا لما دخلت شفتها، شفت فيها حالات ربنا ما يملى حد فيها، وفعلا محتاجه دعمكم. يعني انا بشكر كل واحد هنا في المستشفى برع حتى لو بجنيه، لان فعلا الحالات اللي احنا شفناها، شفنا حالات كثيره جدا. هو ابني وابنك، اولادنا كلنا، احنا محتاجين دعمكم. اوعى تنسى الدعم. يعني كده ان شاء الله في ميزان حسناتكم جميعا، وربنا يجعلنا على فعل الخير.